اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبتين. اهلا وسهلا. ازيك مراد؟ الحمد لله بخير. سمعنا عمالين نتكلم عن المعارض وعن الفنون بشكل عام. اولا صباح الخير، منورنا ومشرفنا، وانت كمان جاي النهارده ان شاء الله مبين فنان، فحابينك تكلمنا عن دور المعارض ده في المجتمع بشكل عام وتاثيره. اكيد طبعا. اول شيء شكرا لاستضافتكم لي. راح احكي لكم شوي عن مركز جميل للفنون. في البدايه احنا فتحنا ابوابنا بنوفمبر من 2018، موقعنا بالجداف ووتر فرونت بدبي. مركز جميل للفنون فاتح ابوابه لجميع الزوار طول ايام الاسبوع ما عدا يوم الثلاثاء، وعندنا برامج وفعاليات كثيره طبعا حكينا عنها. في اخر اسبوع، الاسبوع الماضي، افتتحنا معرض جديد اسمه ماديات مستعاره. المعرض كان عباره عن اعمال فنيه من مجموعتنا الفنيه، تقريبا 17 فنان. كل الاعمال بطريقة أو بأخرى بتحكي عن الطريقة اللي بيستعملوا فيها الفنانين المواد بطرق مختلفة عن غيرهم من المبدعين طبعا. بالنسبة لسؤالك، بالنسبة للفنون والمعارض في الإمارات وفي العالم العربي، دورها طبعا أكيد جدا مهم، بأنها هي بتجمع كتير ثقافات وكتير ناس من مختلف وجهات النظر ومن مختلف الثقافات زي ما حكيت، وبتوفر بيئة لأنهم يتحدثوا مع بعض ويتعرفوا على بعض ويناقشوا مواضيع يمكن ما كانت انفتحت لولا وجود الفنون اللي بتجمعها. هذا الشيء، وكمان منا يعني اكيد الناس اللي، او خلينا نقول الفنانين اللي هم على بدايه طريقهم أكيد. بالفن يمكن بتكون هاي المعارض توحينهم، شيء ممكن تساعدهم ممكن يعني يبدوا او يقرروا خلينا نقول يشتركوا بهاي المعارض لحتى يعرضوا فنهم للعالم. قد ايه مهمه هاي المعارض للناس المبتدئه؟ اكيد. هلا هي طبعا يعني بالنسبه لموضوع الفنون والموضوع المهارات الابداعيه او المجالات الابداعيه ككل، كلياتها بتغذي بعضها. فأي عنا لو كان في مصمم أو معماري أو فنان تعرف على شغل فنان معين وكان بالنسبة له إلهام بطريقة تفكيره بتعلمه عن موضوع جديد أو بنقاش افتتحه مع غيره من الجمهور. مراد، احنا عندنا هنا فنان زي ما انت شايف، الفنان أمجد الحساسنة، عنده طاقات كتيرة جدا. انصحه بقى يعني، قول لنا يا أمجد، عرفنا الأول شوية كده على مواهبك وطاقاتك المدفونة. راح أخبركم شغلة، أنا وصلت لمرحلة إنه الإنسان أحيانا ما بيعرف مواهبه أو طاقاته إلا إذا المجتمع ساعده وسنده. صح. مثل صح. هاي المعارض يعني منا ودعاء، يعني أنا بتوقع إنه أنا لما أشوف معرض بلاقي الجوي، بلاقي عيلتي، هذا المكان اللي أنا بنتمي فيه، بينما هو ما بيكون مجرد موهبته أو موهبته معروفة. قد ايه ساعدت كثير ناس مراد باكتشاف مواهبهم من وراء المعارض هي؟ اكيد طبعا. هلا احنا غير المعارض في عندنا الفعاليات اللي بنعملها دائما، يعني بتيجي ممكن تكون فعاليات انها ندوات او محاضرات او طبعا غير المعارض، وفي عندنا ورشات عمل طبعا كمان للاطفال. ممكن احكي لكم عن ورشه عمل، هو مخيم صيفي راح يبدا باليوم الاحد، ممكن اشارك فيه. هلا هو من 8 سنين ل 13 سنه الاعمار بجد، بس يمكن في المستقبل اذا عملنا مخيم طيب صيفي للاكبر شوي خلاص ماشي اوكي، ممكن تشاركنا اكيد ان شاء الله. طبعا وهم طبعا يعني الاطفال اهم شيء بالنسبه لنا لانهم هم الجيل تاع المستقبل، وطبعا تطوير مهاراتهم بهاي المرحله شيء كثير مهم. وزي ما حكيت اكيد يعني كثير من الاطفال او حتى الاهالي بيكونوا ما عندهم انتباه لمهارات اطفالهم، وممكن بس يشوفوهم بورشه عمل من الورشات عندنا مثلا او بوحده من اعمالهم ينتبهوا، وهذا الموضوع يؤدي انهم يعطوهم اهتمام اكثر بالمستقبل ويطوروا مهاراتهم اكثر. مراد، انت منسق برامج. ايوه. انا دلوقتي لو عندي طفلين مثلا وجايه، كل واحد عنده موهبه مختلفه، كل واحد عنده شغف بحاجه مختلفه. أكيد. بتنصحني كأنا ولية امر تقول لي انه بنصحك انه تخلي الاول يشترك في البرنامج الفلاني والثاني يشترك في البرنامج الثاني؟ اكيد. بتقدر تقيم ده ازاي؟ هلا احنا بالنسبه لنا يعني الكادر تاعنا مؤهل بطريقه انه يفكر باوسع شريحه من الجمهور من ناحيه فنون،
يعني احنا زي ما حكينا زي ما حكيت فاتحين ابوابنا لجميع الزوار من جميع الاعمار ومن جميع الاهتمامات. يعني ممكن يكون حدا جدا متخصص بالفن واحنا طبعا بنرحب فيه وبيكون في عنده شيء يعني ممكن يجذبه عندنا كمركز، وممكن تكون مهتم بالفن بشكل بس اهتمام يعني مش شرط متخصص. فطبعا من ناحيه تفكير الفعاليات اللي احنا الاستراتيجيات اللي بنحطها لنطلع بهاي الفعاليات بتاخذ بعين الاعتبار انه احنا نعرف شو الجمهور تاعنا، كيف الجمهور عم بيطلب منا فعالية معينة، ونقدر انه نوفر كل هاي الفرص لكل هاي الأعمار بنفس الوقت. فهي هاي كمهمة لإلنا يعني كمركز وكمؤسسة همها انها تخدم المجتمع في الإمارات والمنطقة الأوسع. طبعا هذا هو نوع التفكير اللي بنوصل بالاخر له ولا فعاليه. لا تفكير جيد انك بتحاول ترضي جميع الاذواق يا دعاء. تماما. لا وكمان انا يعني لفتني الموضوع وحاب اعرف شو هي الورشات اللي عم تطرحوها، يعني مثل ايش موجود، لانه احنا تحمسنا. هلا هو زي ما حكيت في عندنا معارض دائما بتتغير، فالورشات دائما بتكون يعني مستلهمه من المعارض اللي عم نشتغلها. فمثلا عندنا معرض جائزه جميل اللي هو ماخذ كل الطابق الثاني عندنا، واحد من الشورت ليست لجائزة جميل بالنسخة اللي مرقت هم نقش كولكتيف مثلا، هم ثنائي بيشتغلوا بالتطريز الفلسطيني، يعني بحاول انهم يوثقوا التطريز الفلسطيني بطرق اخرى غير التطريز. فهم بيشتغلوا بالخشب والنحاس وبيعملوا يعني منحوتات او مجسمات معروضه عندنا في المركز طبعا. فمثلا واحده منها كانت ورشه عمل للتطريز للاطفال، فيعني كان في طبعا التطريز وباستخدام الطباعه طبعا لانه اسهل لانهم اطفال، بس طبعا على ليفل او على مستوى معقد اكثر ممكن يكون تطريز باليد اذا ممكن للكبار بالعمر. جميل جدا. يعني وانت لما بتيجي تحكي عن التراث الفلسطيني فانت بتصب في موضوع لمست زرت مع قلبي. اكيد طبعا. يعني خاصه بالتراث الفلسطيني وجماليه الثوب الفلسطيني اللي مطرز. أكيد. اللي امهاتنا لليوم يعني بيصمموا وبيعملوا باحلى يعني حله واطلاله. ولكن خلينا بما انه تكلمنا عن التراث، قديش كانت في مشاركات من الجاليات الاخرى؟ هل كان في تبادل ثقافي؟ هل كان في نوع من اللمسات هي موجوده بالفعاليات او الايفنتات الموجوده؟ اكيد. هلا ممكن ارجع احكي لكم عن معرض ماديات مستعاربه، بما انه هو المعرض اللي هلا مفتوح عندنا على الطابق الارضي. المعرض فيه 17 فنان وكلياتهم من كل العالم، يعني في منهم من المنطقه اغلبيتهم، ولكن الجنسيات موجوده من امريكا اللاتينيه، من اسيا، من اوروبا، من كل الجنسيات. وهذا الموضوع هو طبعا يعني شيء بنحب انه نوجه اهتمام الناس له دائما، انه الفنون هي اللي عم تجمع كل الثقافات من حول العالم بمعارض زي المعارض هاي مثلا، وكلياتهم عم بتناولوا مواضيع متشابهه، يعني عم بيحكوا عن نفس المواضيع. الشيء اللي بيبين انه احنا كلياتنا عندنا نفس الاهتمامات او نفس المشاكل اللي ممكن نحكي عنها من خلال الفن والاشياء اللي بتشغلنا طبعا. طب السوشيال ميديا يمكن قد ايه بتساعد انه نوصل هذا الشيء للجمهور ونقول لهم انه تعالوا في عندنا ممكن الشيء اللي بيستهويكم؟ قد ايه ممكن تكون السوشيال ميديا منصه تستخدموها لتعرفوا العالم بوجود هيك مركز وبوجود هيك فعاليات وانشطه؟ هلا هي طبعا يعني واحده من اهم الطرق اللي بنتواصل فيها مع جمهورنا وبنركز فيها اكثر شيء، انه نوصل رسائل انه او طرق للناس ليجوا يستفسروا اكثر. يعني احنا نعطيهم بس كفايه ليجوا ويصير عندهم فضول ليعرفوا اكثر، وطبعا يجوا يزورونا ويتعرفوا اكثر وهم يشاركوا مع اصحابهم ومع عائلاتهم ويعملوا هاشتاج ومنشان كل بالضبط. اكيد. مرتب مين اشقى بقى، البنات ولا الاولاد؟ يعني قولي بتتعب مع مين اكثر في الشغل؟ انا شخصيا ما بتعامل دايركتلي مع الاطفال، بس يعني بحس انهم هم ايكوالي حسب الاعمار طبعا كمان. لا البنات اشطر، البنات اشطر دائما يا ام طالب. اكيد. شوف هذا السؤال عملت تقرير امبارح وجد هذا السؤال سألته للأطفال الأولاد والأطفال البنات، فجد حسيت إنه كل واحد خناقة بقى خلاص، قضية مشتركة وكلهم بيدافعوا إنه لا نحن الأذكى ومش عارف شو، فطسنا من الضحك. زي ما بيحصل هنا في صباح الخير يا وطن، إحنا على طول برضو كده نقر ونقير معاهم. طيب نرجع تاني للمركز جميلة للفنون. أكيد.
ايه الخطه بتاعتكم المستقبليه؟ يعني انتوا بتفكروا في ايه في المستقبل توصلوا له او تطمحوا لايه انك توصلوا؟ هلا احنا ك يعني واحده من المهمه تاعتنا اللي هي بتوجه كل الفعاليات اللي بنعملها انه نكون واحد من المؤسسات اللي بتخدم الامارات وتكون واضحه لكل الجمهور ويكون واضحه كل الفعاليات اللي ممكن احنا نعرضها، يعني كل الريسورسز او كل المبادرات وغيره الاشياء اللي ممكن نعرضها تكون جدا واضحه للجمهور ويتم الاستفاده منها يعني. فهيك احنا بنكون حققنا الهدف تاعنا بتواجدنا كمؤسسه. اكيد هدف نبيل وجميل الصراحه. فعلا يعني بتمنى لكم وبنتمنى لكم التوفيق يعني. شكرا. بتنظيم هيك فعاليات ومعارض. ولكن انا خليني ادخل معك على توجيه الوالدين. احيانا في والدين بيجي بيقول لك يا اخي انا بودي ابني على المعارض او الفنتات عشان يضيع وقت يتسلى او يتسلى. انتوا دوركم لما تيجوا تخاطبوا الاهل كيف اللهجه اللي بتخاطبوها؟ شو هي يعني المصطلح او القاموس اللي بتحكوا مع الوالدين؟ هو اكيد احنا يعني لما نخاطب الوالدين بيكون عندنا يعني علم انه الوالدين طبعا عندهم علم بأهمية الإبداعية للأطفال، يعني هم تعلمهم غير التعلم المدرسي وهو يعني طبعا تعلم ممنهج وضمن كتابات أو كتب معينة. التعلم الغير منهجي هو شيء جدا مهم للطفل لأنه بيساعده أنه يطور مهارات ممكن المدرسة ما ساعدته يطورها. فممكن يتعلم أشياء زي الحساب أو غيره الأشياء التكنيكال، يعني ممكن يتعلم مهارات شخصية أو تعامله مع غيره من الأطفال عن طريق كونه بهاي الورش والأعمال الفنية طبعا. وطبعا يعني في النهايه اي شيء يتعلمه الطفل من هاي الفعاليات هي جدا مفيد وبيعود بالنفع على الطفل وعلى عائلته طبعا بعد معرفته. مراد بحس الاصعب وكمان عايزه رايك في الموضوع دعاء، الاصعب هو اختيار البرامج والانشطه اللي انت هتقدمها للطفل. أكيد. وانك بتدخلها كمان في مراحل تقييميه الاول تشوف ده هيكون أكيد. مفيد ولا لا. أكيد طبعاً. يعني انت مثلا كأم ممكن تقبلي انه ابنك ياخد البرنامج ده او النشاط ده، انا لا عندي تفكير مختلف بشوف انه هو مش مفيد. بتلاحظي انه احيانا بيكون في تفاوت حتى بيكون مثلا الطفل رغبان فلنفترض الرسم مثلا وهي حابه انه دخله مثلا نحت، قد ايه كمان مهم انه انت تاخذ بعين الاعتبار شو بده الطفل وشو بدهم الاهل وتحاول توصل لحل يرضي الطرفين وبنفس الوقت يقدر الطفل يستمتع بالشيء اللي بيعمله وما يحس انه هو فرض عليه. اكيد. هلا احنا في عندنا يعني نتعامل مع شبكه من الادوكيترز او المعلمين، بس هم مش معلمين مدارس، هم معلمين من برامج تعليميه بالضبط. طبعا هم اللي بيقوموا بوضع هذا المنهج اللي احنا يعني نمشي عليه من ناحيه فعاليات. هاي الفعاليات اغلبها بيكون فيها فلكسبيليتي او فيها يعني شوي مرونه من ناحيه كيف ممكن انه احنا نمشي بهذا المنهج. فدائما بيكون في اكثر من خيار، دائما الخيارات مفتوحه، يعني ما بنلزم حدا يشتغل بشيء هو ما عاجبه مثلا، بس بنوجه الخيارات المتاحه وبنشوف كيف ممكن اي طفل او كيف ممكن اي حدا من الجمهور يختار الشيء اللي هو بحبه. فاحنا دائما بنخلي الاختيار للشخص نفسه، لانه يعني طبعا اذا حدا اختار شيء هو ما عاجبه ما حابب يعمله ما حيشتغل فيه وما حيبدع فيه. فهي هاي طبعا المرونه في هذه المناهج عندنا موجوده من البدايه يعني. طب مراد يعني هلا نحن حكينا كثير يعني 80% عن الاطفال وكيف ننمي مهاراتهم وهيك. طب يعني ما بصير لازم نشارك معاكم بالضبط اسم حاجه للكبار ونورجيكم ابداعاتها يعني. يعني اكيد صح طبعا بدك تسوي لنا فعاليه ونشارك فيها. طبعا اكيد. هلا يعني احنا بس عم نشتغل بهذا الصيف على كل البرامج تاعتنا للمستقبل القريب. في عندنا افتتاحات ومعارض دائما وفي عندنا ندوات وورشات عمل للكبار طبعا. من كثرتها ما راح اقدر احكي لكم عنها كلها هلا، بس طبعا اذا بتتواصلوا معنا او بتروحوا على موقعنا الالكتروني jameelartscenter.org بامكانكم تشوفوا كل الفعاليات وامكانكم تشوفوا حتى على الكالندر شو الاشياء اللي بتناسب وقتكم تيجوا تحضروها او تشاركوا فيها. طبعا فيها اشياء بتشاركوا فيها على بشكل دوري، في اشياء بتشاركوا فيها مره او حسب يعني التزامكم او وقت كل فراغ. نتشرف. لا انترستنج صار لازم نروح صار لازم نعمل زياره. مراد نتشكرك وعن جد يعني شرفتنا مراد، ذكرتنا باهميه انه احنا فعلا نروح نهتم بهاي الاشياء ونروح نشارك الفنانين هذا الفن. رح نطلع بريك بعد هيك. اوكي شكرا لكم.